السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام. من هنا من شارع أزياد الحرم نشاهد صورة جميلة لضيوف الرحمن، وخصوصا من المعتمرين العائدين والذاهبين إلى الحرم لأداء مناسك العمرة. نشاهد في الأمام بعض المعتمرين ذاهبين إلى الحرم. ندخل معكم إلى شارع بير بليلة ونشاهد ضيوف الرحمن المتواجدين في شارع بير بليلة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا نحن الآن في مدخل بير بليلة من شارع أزياد، وراح ندخل معكم إلى داخل شارع أزياد شارع بير بليلة ونشاهد الأجواء الجميلة في هذا المكان لضيوف الرحمن من أمام الفنادق. طبعا أمامنا الآن شارع أزياد، وهذا مدخل شارع بير بليلة، فندق جوهرة الأثير. يظهر معنا فندق الراية مبارك، ونشاهد ضيوف الرحمن سوف يتجهون إلى الحرم لأداء مناسك العمرة. نشم في مثل هذه المحلات البخور والعطورات، ونشاهد جمال الصورة لضيوف الرحمن والكثافة العددية الموجودة في شارع بير بليلة. نشاهد أمامنا مطاعم البيت الوطني، تقريبا يقدم جميع الوجبات. ما شاء الله تبارك الله. نواصل معكم في شارع بير بليلة. طبعا الكثافة العددية بسيطة. نحن الآن في ساعة متأخرة من الليل، طبعا تقريبا الساعة 1 صباحا أو يعني بعد منتصف الليل، ونشاهد كثافة بسيطة لكن جميلة في مثل هذا في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل، أن نشاهد الأجواء الجميلة وهذه الكثافة. ما شاء الله محلات لبيع السجاجيد والكماليات، أحد الفنادق، الحلاقين، فندق درة الصلاح. ما شاء الله تبارك الله. ولا زلنا مواصلين معكم في شارع، هذا فندق الرافدين أزياد، أحد الفنادق الجميلة، مركز تخفيضات بركة، جميع ما يحتاجه سكان هذا المكان، فندق شباب دلمة. ندخل من بين السيارات هذه. الآن تقريبا أتينا على فنادق متواجدة في هذا المكان، فندق مشاعر الخير، وكذلك فندق الأيام. مكان جميل، ونشاهد كثافة عددية للفنادق في هذا الشارع، وكلها مكتظة بضيوف الرحمن. هذول مغادرين إلى تقريبا أحد المزارات السياحية، كذلك هذا الباص. فندق وليد الغامدي، هذا فندق المنارة، تقريبا هو آخر فندق في هذا الحي، فندق المنارة. ونشاهد ساعة مكة من هذه الإطلالة الجميلة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا
طبعا هذا الفندق فندق الماسة هاني الفندقية، وهذا فندق فرسان أجياد، تقريبا هو الفندق الأخير في هذا المكان. هذا أمامنا الدائري الثاني، طبعا هو نهاية شارع بير بليلة الدائري الثاني، وهذا آخر مكان لوصول السيارات وكذلك ضيوف الرحمن. يوجد مدخل بسيط هناك، هذا فندق فرسان أجياد. هذا نفق طريق عمر بن الخطاب الذي يربط الدائري الثاني بشارع أجياد والمسفلة. وتقريبا هذه النهاية، يمكن باقي فنادق بسيطة في هذا المكان، لكن في مكان راح نغطيها بإذن الله في وقت لاحق. ما شاء الله، شوفوا هذه الفنادق وشوفوا حرفية السواقين في مكة، ما أدري كيف راح يخرج من هذه الزحمة. طبعا أنا سبق صورت لكم من أعلى هذه القمة، من أعلى من هذه المطلات، مطل أجياد، صورت لكم بير بليلة و بعض الأحياء. ما شاء الله، شوف كيف يخرج من، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله عليه، خرج من هذا المكان الصعب. طبعا لو هو أنا جلست سنة في هذا المكان ما طلعت. ما شاء الله تبارك الله، أيوة. نشاهد الآن بعض ضيوف الرحمن تقريبا وصلوا إلى فندق الأيام. ما شاء الله تبارك الله، من أمام الساعة نشاهد ضيوف الرحمن تقريبا وصلوا إلى فندقهم، وبإذن الله راح يأدون العمرة خلال الساعات القادمة بعد ما يرتاحون ويجهزون أغراضهم، راح يتجهون للحرم لأداء مناسك العمرة. مرحبا بكم ضيوف الرحمن في مكة المكرمة. ما شاء الله تبارك الله، طبعا رغم عناء السفر وبعد المسافة إلا أني أشاهد بسمتهم وفرحتهم بوصولهم إلى هذه الأماكن المقدسة، وخصوصا وأنت قريب من الحرم المكي الشريف ومطل إطلالة مباشرة على الحرم. طبعا نكمل المسير ولا زلنا نشاهد أغلب ضيوف الرحمن من الزوار. ما شاء الله تبارك الله، وهذول ضيوف الرحمن في هذا الفندق. طبعا ما شاء الله، كما قلت نحن الآن في ساعة متأخرة من الليل ونشاهد حركة جميلة في هذا الشارع. بعد انتهاء عمرتهم يذهبون إلى صوالين الحلاقة للخروج من نسكهم. ما شاء الله تبارك الله،
محل إلهام، أغلبها ملابس، سجاجيد، ضيوف الرحمن عائدين من الحرم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، انتهوا من عمرتهم وعائدين إلى مقر إقامتهم. ما شاء الله، كانت تغطية جميلة في شارع بير بليلة، طبعا في ساعة متأخرة من الليل. بإذن الله نغطي هذا الشارع مرات ومرات لوجود الكثافة العددية في ساعة متأخرة من الليل، فكيف بالساعات الباكرة من الصباح وفي العصر وفي بعد انتهاء صلاة العشاء راح نشاهد كثافة عددية في هذا المكان. نتمنى أن تغطيتنا نالت على استحسانكم ورضاكم. إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.